صلي على النبي وتبسم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أعزائي المتابعين، وتحت طلبكم قمت بإنجاز لكم هذا الامتحان، فهو شامل لجميع دروس الوحدة الأولى من كتاب اللغة الفرنسية Pour communiquer en français للمستوى الرابع ابتدائي. وعلى بركة الله سنبدأ. سأقرأ النص مع شرح لكي نجيب على أسئلة النص. Le premier jour, ma présence en classe ne s'est pas passée facilement. يعني أول يوم في قسمي لم يمر سهلا. دي شوشتمون مي بارفوني دو توت بار، يعني وصلتني همسات من جميع الجهات. لانستيتوتور انفيتي شاك إليف أ سو بريسونتي، يعني الأستاذ أو المعلم يدعو كل تلميذ كي يقدم نفسه. كومون تو ريفونو، عندما جاء دوري جي بارلي كليرمون، تحدثت بوضوح. Ce n'est pas parce qu'on est aveugle qu'on est timide. يعني ليس لأننا مكفوف، يعني aveugle يعني مكفوف. On est timide. يجب علينا أن نكون خجولين. Ensuite, le maître m'a proposé de faire une démonstration sur mon ordinateur. يعني عرض علي الأستاذ أن أقدم عرض توضيحي على جهاز الكمبيوتر الخاص بي. Quand j'y parle, عندما تحدثت, dans mon micro et quand mes paroles sont affichées sur l'écran, tout le monde applaudit. يعني عندما تحدثت في الميكروفون الكلمات كانت تظهر على الشاشة sur l'écran. Tout le monde applaudit. الجميع يصفق لي. Peux-tu aussi nous expliquer comment tu lis avec les doigts? A demandé l'instituteur. Monsieur, si crée un garçon, on pourra essayer. La première matinée s'est passée ainsi. Moi, j'expliquais, les autres écoutaient. يعني أول يوم صباح في الصباح مرة مثل ما مرة سابقا أنا أشرح والجميع يسمع لي. Compréhension. سنجيب على أسئلة النص. La première question. Est-ce que le premier jour en classe est passé facilement pour le narrateur? يعني هل أول يوم في قسم الراوي يعني لو نغاتو هو الذي يحكي لنا ما حدث له يعني مرة بسهولة؟ حتى يعني كمعلومة، حتى إن كنتم لم تفهموا معناها بالفرنسية، اذهبوا إلى النص وابحثوا عن هذه الكلمات الموجودة يعني في السؤال. هنا لو برومي جور اون كلاس باسي فاسيلمون، يعني سنرى هنا أين هذه الكلمات. لو برومي جور ما بريزونس اون كلاس نو سي با فاسيلمون، يعني نو سي با باسي فاسيلمون، يعني الجواب هنا يعني نو سي با فاسيلمون. يعني اسكو لو برومي جور اون كلاس باسي فاسيلمون بور لوتور لو ناراتور نو Ce n'est pas facile, يعني لم يمر بسهولة، يعني الجواب هنا بكل سهولة. La deuxième question. Comment le narrateur a-t-il parlé? كيف تحدث هنا يعني الراوي هو الذي يحكي لنا ما حدث لنا في هذا النص؟ كيف تحدث؟ هنا سنذهب وسنبحث عن كلمة هذه الكلمة. Et parler. Comment le narrateur a-t-il parlé? يعني كيف؟ أصف لي حالته. هنا سنرى. هنا جي بارلي، الجواب جي بارلي كومون كليرمون، يعني تكلمت بوضوح. جي بارلي كليرمون. لو ناراتور سوفر دان هانديكاب كوش اكس لا بون ريبونس، يعني الراوي يعني او الذي يحكي لنا ما حدث له كان يعاني من اعاقه. ما اسم هذه الاعاقه؟ سنضع اكس في هذه المربعات. اي نو بارل با، اي نو تون با، اي نو فوا با. هو إلي أفوغل، يعني هو مكفوف. هنا في نص مكفوف أفوغل، يعني إنو فوا با، يعني الجواب أين هنا؟ إنو بارل با لا، إنو نتوند با نو، إنو فوا با وي. هنا الجواب. غوليف دو تيكس لا فراس كيلو مونت، يعني استخرج من النص، يعني من النص الذي يدل على أنه إنو فوا با. سنرى. قلت لكم إنو فوا با يعني أفوغل. أين أفوغل في هذا النص؟ نعم، يعني هذا سنكتب هذه الجملة. Ce n'est pas parce qu'on est aveugle qu'on est timide. يعني أفوغل يعني لا يرى. Dans un titre à ce texte. يعني أعطي عنوان لهذا النص، ماذا ستقول؟ يعني tu peux dire l'enfant aveugle أو اختار أي عنوان من يعني قد تجده أحسن من هذا، يعني l'enfant aveugle. سنكتب l'enfant aveugle. Quel est le tour de ce texte et de qui lèvre est-il attiré؟ يعني صاحب هذا النص ومن أين أخذنا هذا النص؟
يعني صاحبنا دائما لي ريفيرونس، يعني نقصد هنا لي ريفيرونس دو تيكست، دائما لي ريفيرونس تكون تحت النص. هنا لو تور سي تي لو نين و لو ليفر سي لوان دي زيو ابخي دو كور. اجبت على هذه الاسئله في الورقه لكي تكون اجوبه واضحه جدا. هنا كومبريونسيون la première question, non, elle ne sait pas passer facilement, elle a parlé clairement, elle ne voit pas, ce n'est pas parce qu'on est aveugle qu'on est timide, l'enfant aveugle. Et la dernière question, si, ti, le nin, loin des yeux, près de cœur. يعني هذه أجوبة على أسئلة النص. سؤال يقول relève du texte deux mots qui veulent dire la même chose que instituteur et écolier. يعني سنستخرج من النص يعني كلمات نفس لا نفس المعنى instituteur و écolier. instituteur ماذا نقصد به؟ يعني المعلم او الاستاذ، و écolier هو التلميذ. سنرى هل توجد كلمه هنا instituteur وهنا écolier. في نظركم عندما ستقرؤون النص هل توجد كلمه هنا فيها نفس المعنى يعني انستيتوتور و ايكولي؟ انستيتوتور نقصد بها لو ميتر او لو بروفيسور. سنرى هنا هل توجد كلمة هنا لا نفس المعنى؟ نعم، اين هي؟ سي لو ميتر. لو ميتر سي لا ميم شوز سي لانستيتوتور، يعني استاذ او معلم معلم. ايكولي يعني التلميذ. نعم، سي اليف اليف هو ايكولي يعني التلميذ. يعني الكلمات هما كالتالي، هناك l'instituteur هو le maître، écolier هو élève. grammaire. سننتقل الى grammaire اي قواعد اللغه الفرنسيه كما في كتاب بكم pour communiquer en français. اول درس في كتاب بكم هو la phrase. couche quand il s'agit d'une phrase، يعني ساضع علامه اكس عندما اعرف انها جمله. وماذا نقصد بالجمله؟ La phrase est un ensemble de mots qui a un son. يعني الجملة هي مجموعة من الكلمات التي لديها معنى. À l'écrit, la phrase commence par une majuscule et se termine par un point ou un point d'interrogation ou d'exclamation. يعني عندما تبدأ الجملة تبدأ بماذا؟ بـ majuscule. يعني حرف كبير. وماذا تنتهي؟ تنتهي إما بنقطة أو point d'interrogation يعني علامة استفهام أو point d'exclamation علامة التعجب. مثلا سنعيد الشرح مرة أخرى، سأكتب جملة لكي تفهموا. مثلا je mange la pomme. الآن سنرى لكي تكون جملة يجب أن تبتدئ بماجوسكول، هذا ماجوسكول يعني حرف كبير، وتنتهي بماذا؟ بلو بوان يعني نقطة، وتتكون من كلمات لها معنى. je mange la pomme يعني je mange la pomme، يعني هذه تعتبر جملة لديها معنى وتتكون يعني تبتدئ ب majuscule يعني حرف كبير وتنتهي بنقطة، وقد تنتهي ب point d'interrogation أو point d'exclamation. الآن سنجيب على الأسئلة. الآن سنرى هل هذه جملة أم لا. Le maître demande une narrature de Paris à haute voix. هل الجملة أولا سنرى هل الجملة بدأت ب U majuscule؟ Oui, il commence par U majuscule. Oui, L majuscule. Il y a 10 mots qui a un son. On va voir. Le maître demande une narrature de Paris à haute voix. يعني الأستاذ يطلب من الراوي أن يتكلم بصوت مرتفع. الجملة يعني صحيحة، كلمتها لها معنى، وأيضا انتهت بنقطة يعني On va coucher cette phrase. جملة B explique la voix C à Amé. هل الجملة صحيحة؟ سنرى. نعم، بدأت ب une majuscule يعني حرف كبير وانتهت ب le point. سنرى المعنى explique la voix C à Amé. الجملة هنا غير صحيحة لأن حتى وإن توفرت على une majuscule le point ولكن ليس لها معنى، لأن la phrase est un ensemble de mots كي أنسو يعني لديها معنى، يعني هنا لن نضع إكس. كومو أبخون بار ليكوت. هنا سنرى هل الجملة صحيحة أيضا. هنا إل كومونس بار سي ماجوسكول إي سو تيرمي بار أن بوان دانتيروغاسيون. لي مو إسكو إليا أنسو
Oui, on va voir comment apprendre par l'écoute. Yani, الجملة هنا صحيحة. Yani, on va cocher ici. هذا ما قمت هنا في ورقة. Le maître demande au narrateur de parler à haute voix. Yani, جملة صحيحة. Explique la vogue si à Ami. جملة خاطئة. Comment apprendre par l'écoute? جملة صحيحة. السؤال الثاني يقول corrige les erreurs ou ajoute ce qui manque pour avoir des phrases justes puis écris les phrases justes. هنا سنقوم بتصحيح الأخطاء أو سنضيف الأشياء المفقودة في كل جملة لكي تكون جملة صحيحة. On va voir la première phrase. Adam apprend ses leçons chaque soir. يعني هنا سنرى هل الجملة هنا صحيحة في نظركم؟ دائما خذوا بعين اعتبار الجملة هي مجموعة من الكلمات لها معنى وتبتدئ بإن ماجوسكول يعني حرف كبير وتنتهي بلو بوان أو بوان دانتيروغاسيون أو بوان ديكسكلاماسيون. سنرى هذه القواعد الأساسية في الجملة. هنا نعم بدأت بلو ماجوسكول وانتهت لا لم تنتهي بلو بوان. يعني هذه الجملة سنقوم بتصحيحها، سنضع نقطة هنا ثم سنرى هل لها معنى. آدم أبخون سي ليسون شاكوا. هنا الجملة الآن صحيحة، سنضع الآن الجملة في الأول لم تكن صحيحة لأنهم لم يضعوا نقطة هنا، ولهذا كتبت آدم أبخون سي ليسون شاكوا وضعت نقطة. سنرى الجملة الثانية مي غران بارون لا كومبان ا فيفي افيف. سنرى هذه الجملة صحيحة. أولا سنرى هل بدأت بإن ماجوسكول؟ نعم بدأت بحرف كبير هنا. وهل انتهت بلو بوان؟ وي انتهت بنقطة. سنرى الآن معنى مي غران بارون لا كومبان ا فيف. الجملة هنا ليس لها معنى، سنقوم بتصحيحها. لقد وضعت هنا مي غران بارون فيف ا لا كومبان. الآن هنا الجملة صحيحة، وضعنا إن ماجوسكول وانتهت بأن بوان وغيرنا أماكن الكلمات لكي تصبح جملة صحيحة. سننتقل إلى الجملة الموالية. Le professeur ne raconte histoire fantastique. هنا هل الجملة هنا صحيحة؟ سنرى هل بدأت بأون ماجوسكول؟ هنا لم تبدأ بأون ماجوسكول، يعني الجملة خاطئة. هل انتهت بنقطة؟ نعم. معانيها le professeur ne raconte des histoires fantastiques. هنا كلمة يعني زادت أضيفت ليس لها أي معنى هنا في الجملة. يعني ما هي في نظركم؟ هي ne. هذه ستحذف هذه الكلمة لكي تصبح الجملة صحيحة. كتبنا le professeur raconte des histoires fantastiques. هنا بدأت بإي ماجوسكول وانتهت بلو بوان والجملة في معانيها صحيحة. سنرى جملة دي أو ستخوف لو كارتي النصر. هنا عندما نرى هنا أو يعني الجملة ستنتهي ببوان دانتيروغاسيون يعني علامة استفهام. هل الجملة بدأت انتهت بعلامة استفهام؟ لا، يعني الجملة خاطئة، يعني هنا علامة استفهام. وهل بدأت بأو كبيرة يعني إي ماجوسكول؟ وي. Où se trouve le quartier Nasser? هنا الجملة الآن صحيحة. كتبت هنا Où se trouve le quartier Nasser? هنا point d'interrogation parce que c'est une question. On va voir nous aujourd'hui le poème récitons. أولا سنرى est-ce qu'elle commence par une majuscule? Oui, une majuscule. Et se termine par un point. Oui, et se termine par un point. الآن سنرى معاني الجملة. Nous, aujourd'hui, le poème récitons. الجملة كلها ليس لها معنى. الآن سنقوم بإعادتها لكي تكون جملة صحيحة. ماذا سنقول؟ نعم، aujourd'hui, nous récitons le poème. هنا الجملة الآن بدأت بأ ماجوسكول وانتهت بلو بوان. وكلماتها لها معنى، الآن ستعتبر جملة صحيحة. أما إف كيل ميرفايوز بيبيوتيك. هنا كيل
ميرفايوز بيوتيك يعني جملة تعجبية، وعندما يتعلق الأمر بجملة تعجبية يجب أن تنتهي بعلامة التعجب يعني هكذا وليس بنقطة، وهنا كتبوا نقطة يعني خاطئة. سنقوم بإعادة كتابها مع وضع علامة التعجب. سنرى هل بدأت بماجسكول؟ وي بماجسكول. هل كلمتها لها معنى؟ نعم كان ميرفايوز بيوتيك لها من مكتبة. كتبت هنا كان ميرفايوز بيبيوتيك وسأضع علامة التعجب. السؤال يقول سوري لو غروب نومينا سوجي انتور لو غروب فيربال. أولا سنرى ما معنى لو غروب نومينا سوجي وما معنى لو غروب فيربال، سنتذكر معا. أولا لو غروب نومينا سوجي هو إما أن يأتي كوم أن غروب نومينال كوم لو غارسون لو بالون، أو أن يأتي على شكل أن برونو جو تو إي نو، أو قد يأتي أن نوم كومان مثل أن كليون أون في وغير ذلك، أو قد يأتي أن نوم بروبر يعني أسماء الحيوانات وأسماء الأشخاص وأسماء المدن، مثلا كابوبي اسم حيوان وجيلالي اسم إنسان، أو قد تكون مدينة الحسيمة أو كازابلانكا أو غابو غير ذلك، أو أن تأتي أن فيرب أن إنفينيتيف كوم مونجي أبخوندر يعني أن تأتي الجملة أو تبتدئ الجملة بأفعال غير مصرفة. أما لو غروب فيربال فمثلا هنا جملة مون كاماراد إي موا جوون أو بي، هنا لو غروب فيربال يبتدئ من الفعل، الفعل أين هو في هذه الجملة؟ مون كاماراد إي موا، هنا مون كاماراد إي موا سي كي سي لو غروب نومينا سوجي يعني وهنا من الفعل إلى آخر الجملة يسمى بلو غروب فيربال، هنا لو غروب فيربال يعني من الفعل إلى آخر الجملة يعتبر لو غروب فيربال، وهنا مون كاماراد إي موا سي لو غروب نومينال سوجي، سنكتب هنا لو غروب نومينال سوجي. والجملة الثانية ميز أفير سون دون سون دون مون كارتابل، هنا أين لو غروب فيربال؟ نعم من الفعل هو سون لو فيرب إتر من الفعل إلى آخر الجملة يعني هذا لو غروب فيربال. أما ميز أفير سا سي لو غروب سي لو غروب نومينال سوجي. بعدما شرحنا سنجيب على هذا السؤال سوليني لو غروب نومينال سوجي إي أونتور لو غروب فيربال، وهذا ما سنجيب عليه الآن. Les artisans ont édifié la mosquée. Oui, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. نعم, le groupe nominal sujet, ça, c'est le groupe nominal sujet. ومن الفعل إلى آخر الجملة, ça, c'est le groupe verbal. وأيضا هنا, Pasteur a inventé le vaccin antirabique. هنا أيضا, Pasteur cite un groupe nominal sujet. من الفعل إلى آخر الجملة, يعتبر le groupe verbal. Amassi, ne visiteront la Midrasa Bouanania, ne citent groupe nomina suji, min al-fi'l ila akhir jumla, tu'tabar groupe verbal. وأيضاً هنا la Koutoubia se trouve à Marrakech, la Koutoubia cite un groupe nomina suji, min al-fi'l ila akhir jumla, c'est le groupe verbal. وأيضاً هنا Marie Curie ini à Varsovie, يعني Marie Curie cite un groupe nomina suji, ومن al-fi'l ila akhir jumla, يعتبر لو غروب فيربال. وهذا ما أجبت عليه هنا في الورقة. Les artisans citent un groupe nominal sujet et من الفعل إلى آخر جملة citent un groupe verbal. وفي جميع الجمل فعلت ذلك. يعني مسألة واضحة. نفس السؤال. Selon le groupe nominal sujet et entoure le groupe verbal. هنا دائما سنذهب إلى من بداية الجملة نتوقف قبل الفعل، يعني هنا لي جاردان دو لاكدال سو سيتي او سو دو لافي، يعني لي جاردان دو لاكدال سنتوقف هنا، هنا الفعل سنتوقف، هذا لو كوب نومينا سوجي وهذا سي ان كوب فيربال. أيضا هنا لي كونتور راكونت دي زيستوار اتيرون، يعني لي كونتور سي ان كوب نومينا سوجي، هنا الفعل سأتوقف هذا سي لو كوب فيربال. هنا لي توريست سو بالاد دون لي رويال دو مراكش. أيضا هنا لتوريس سي لو غروب نومينال سوجي، هنا الفعل يعني هنا سي لو غروب فيربال. لا مدينة أبغيت دو مانيفيك رياض، هنا نفس الشيء، هنا سي لو غروب نومينال سوجي، أبغيت من الفعل حتى آخر الجملة هذا سي لو غروب فيربال. أتمنى أنكم فهمتم جيدا ما معنى لو غروب نومينال سوجي إي لو غروب فيربال. Conjugaison, écrit, présent, passé ou futur.
يعني هنا هذه الجمل كل جملة وقعت في الزمن. الذي يدل ذلك هذه الكلمات الموجودة في كل جملة. ستتذكرون معي أن هذه الكلمات قرأناها في درس les trois temps passé, présent et futur. نجد هناك كلمات في le passé إذا وجدناها فيها ستكون الجملة في le passé. Comme avant hier, la semaine dernière. ونجد في le présent كلمات إما maintenant, aujourd'hui, à présent, cette semaine. وفي futur نجد après demain, la semaine prochaine. سنرى في هذه الجمل في أي زمن وقعت استنادا إلى تلك الكلمات التي سنجدها في كل جملة. A. Autrefois, les hommes se déplaçaient à cheval. يعني autrefois تدل في الزمن الماضي. يعني autrefois يعني هذه الجملة صرفت في le passé. Demain, les élèves se rendront au musée des arts. يعني demain يعني غدا تدل أن هذه الجملة وقعت في المستقبل يعني le futur. Maintenant, nous marchons sur l'esplanade. يعني maintenant الآن يعني la phrase في le temps يعني في زمن à le présent. Aujourd'hui, les Marocains célèbrent la fête de la marche verte. يعني aujourd'hui, اليوم يعني الجملة تدل على le présent. Aujourd'hui, يعني الجملة تدل على le présent. Dans quelques jours, l'équipe nationale affrontera l'équipe ivoirienne. يعني dans quelques jours, يعني بعد أيام. يعني أن هذه الجملة تدل أن الجملة في le futur يعني المستقبل. والأجوبة كتبتها في ورقة الإجابة. Autrefois, les hommes se déplaçaient à cheval. يعني le passé. الجملة الكلمة التي تدل على ذلك هي autrefois. Demain, les élèves se rendront au musée des arts, يعني futur. Demain. لأن هنا demain. يعني كتبت futur. Aujourd'hui, les Marocains célèbrent la fête de la marche verte, يعني le présent. الذي دل على ذلك هي هذه الكلمة aujourd'hui, يعني اليوم. Maintenant, nous marchons sur l'esplanade, يعني الجملة présent. يعني هنا maintenant. لهذا كتبت présent. Dans quelques jours, l'équipe nationale affrontera l'équipe ivoirienne, يعني futur. الكلمة التي تدل أنها في le futur هي هذه الكلمة dans quelques jours. سؤال موالي. Écris l'infinitif des verbes conjugués. يعني سنبحث عن أصل الأفعال في ثلاث جمل. L'enfant finit ses devoirs tôt. Yani, l'infinitif de verbe finir, c'est qui? C'est finir. La salle de classe semble ensoleillée. Oui, le verbe ici, oui, semble. Yani, ça, c'est un verbe conjugué au présent. Voilà qu'il asl al-fi'l huwa l'infinitif de verbe semble, c'est sembler de premier groupe. Yani, sembler, er à la fin. Nous ferons une sortie samedi prochain. Yani, oui, l'œuvre ici, si, ferons, yani, sur le fafi, le futur, ou aslo, ou faire. Elle m'a fait le fi, ou alakat, l'ijaba. On a finir, le verbe finir. On a semblé, on a faire. Rouler entre les deux parties des verbes à l'infinitif. On a al, yani, aller. Oui, si, aller. Sortir, oui, sortir, IR de troisième groupe. Surprend, surprendre, RE de troisième groupe. Apercevoir, si, de troisième groupe. Voir. Ouhed, ma katatoufi, warakat ajouiba, le verbe aller, sortir, surprendre, apercevoir. Ça, le verbe de troisième groupe, de troisième groupe. Du troisième groupe, du troisième. Tous ces vers sont au troisième groupe. السؤال يقول classe les verbes dans le tableau. سنقوم بترتيب هذه الأفعال كل حسب المجموعة التي ينتمي إليها. كما تعلم أن les verbes en classe ont trois groupes. هناك les verbes de premier groupe et se terminent par er, sauf le verbe aller. يعني سيدنا le verbe aller ينتهي ب er ولكنه ليس من المجموعة الأولى. On a les verbes de deuxième groupe et se termine par er comme blanchir. On a les verbes de troisième groupe et se termine par er comme attendre.
أو يئيركم partir. ولهذا عليكم أن تحفظوا الأفعال المتداولة والمستخدمة دائما أو الشائعة دائما المستخدمة. لقد كتبت الأجوبة هنا في الورقة. On a les verbes de premier groupe sont envoyé, tombé, acheté. يعني simple, يعني سهل, لأن les verbes de premier groupe ليس فيهم أي إشكالية, أنت هنا بـ ER. Les verbes de deuxième groupe, هناك grossir, salaire, blanchir, répartir, ralentir. هناك les verbes de troisième groupe, croire, aller, dire, partir, repartir, attendre, conclure, mentir, tenir. يعني هم كما ترون أن في المجموعة الثالثة هناك أفعال تنتهي بـ ER أو أفعال تنتهي بـ ER. ولهذا كما قلت لكم سابقا أن الأفعال يجب أن تحفظ في اللغة الفرنسية لأن ليس هناك أي اختراع, فقط حفظ الأفعال لكي تكتبونها صحيحة في تمارينكم. Orthographe. Orthographe. Je complète par ou 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 avec accent. سنتذكر معا متى سنستعمل ou avec accent et ou sans accent. نستعمل ou son accent, يعني ou بدون accent, يعني ou بدون accent, متى؟ عندما يتعلق الأمر بماذا؟ بلو شوا, يعني الاختيار, لو شوا, entre deux mots, يعني يعني بين كلمتين. مثلا, سنعطي مثال. Tu aimes exemple. Tu aimes le chocolat ou yani bidon accent ou sans accent ou les bonbons. هنا الاختيار بين الشوكولا و لي بونبون. اما او افيك اكسون يعني او افيك اكسون يعني او افيك اكسون اون اوتيليز لوسك انديك ان يعني عندما يتعلق الامر بلوليو يتعلق الامر بلوليو يعني المكان لوليو. مثلا Exemple ou accent où va-tu passer tes vacances. يعني هنا يسأل عن المكان يعني أين هنا أو هي أين ستقضي عطلتك يعني أو تستعمل مثلا في العربية مثلا نقول أين يوجد هذا الشيء أين ستذهب اليوم يعني المكان نقصد به المكان يعني أو son accent indique le choix أو son avec accent indique le lieu. الآن سنتقل إلى الإجابة على التمرين. هنا je complète par où. Très simple. هنا tu caches tout يعني cache أين تختبئ يعني سنستعمل هنا أين يعني où avec accent. Préfères-tu les bananes, les oranges يعني هنا الاختيار بين les bananes و les oranges يعني هنا où sans accent يعني الاختيار le choix. Après le carrefour, je vis à gauche, à droite. يعني هنا بعد le carrefour, هل سأذهب يمينا أو يسارا؟ يعني يسار أو يمين. يعني le choix entre gauche et à droite. يعني où son accent. Maman cherche. Il a caché ses clés. يعني هنا أمي تبحث أين مكان أين يعني où. Avec accent. يعني أين وضعت أو خبأت المفتاح. Ton café, tu le veux chaud, froid. هنا, c'est très simple. Le choix entre chaud et froid. يعني où son accent.
يعني تري سامبل، يعني دار سهل جدا، فقط عليكم أن تفهموا الجملة لكي تجيبوا. السؤال يقول الثاني في الأورتوغراف: جو كومبليت لي مو سويفون بار سي أو سي سي ديل. هنا سنتذكر معا متى نستعمل السي ومتى نستعمل السي سي ديل، ومتى تنطق السي بي كا ومتى تنطق بالسي. سي سي avec avec e i et y se prononce quoi s et se prononce s yani s مثلا exemple cinéma si ni ma هنا سي وبعدها اي يعني تنطق بالسي وتنطق ايضا مع y مثلا سي avec y سين هنا تنطق سين هنا ايضا معها y يعني تنطق بالسي وايضا تنطق عندما تكون معها e بلاس كوم بلاس هنا سي avec e يعني تنطق بسي ومتى تنطق سي بك يعني تنطق سي بك عندما تكون سي أمام avec A O و U هنا تنطق السي بك example كوم كار هنا سي مع كار كوم 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 هنا سي مع أو تنطق كو كوم وهناك أيضا كوم كولوت كو يعني سي مع أو كولوت يعني تنطق بك عندما تكون السي مع أو ومع أ ومع أو ومتى تنطق سي سيديل يعني هذه العلامة تسمى سيديل عندما تكون يعني تتبعها les lettres, les voyelles comme A, wa, O, wa, E. هنا نكتب نزيد هذه العلامة التي تسمى بالسيديل. مثلا example لدينا le son. هنا إذا لم نضع هذه العلامة ستنطق هذه الكلمة لو كون. والآن نضع هذه العلامة لأنها لكي تنطق صحيحة هي le son. وهناك أيضا فساد. فساد فساد إذا لم أضع سيديل هنا ستنطق فاكاد يعني نضطر نضع هذه العلامة لسهل نطقها هكذا وهناك غي سو هنا إذا لم أضع سيديل ستنطق غي كو ولكن عندما سأضع هذه العلامة ستنطق غي سو أتمنى أنكم فهمتم الدرس جيدا سنتقل إلى الإجابة على الأسئلة هنا لدينا في ما هي السي التي سنضعها هنا هل سي ام سي سي دي هنا يتبعها او يعني سي سنضع هذه سي في سيل هنا غا سنقول غاركون ام غارسون سنكتب هذه لانها صعبه في النطق سنكتب سي سي دي لكي تصبح غارسون لكي تكون سهله في النطق هنا اي يعني ما هو الحرف الذي سأضع هنا سي ام سي سي دي سي بدون سيديل يعني غي سي وهنا ار او و او ماذا سنضع هنا سنضع سي سيديل لكي تسهل في النطق لا نقول روكو يعني روسو سي سيديل هنا مي هنا تتبعها اي يعني سي ميرسي هنا ايضا اي تتبعها اي يعني سي ديليسيو هنا فرانكي لا يمكن نقول فرانكي نقول فرانسي يعني لا نضع هذه السي نضع سي ديال فرانسي هنا ما ما ماسون ام ماكون يعني ماسون يعني سنضع سي ديال سبي هنا اي يعني سهل سبيسيال هنا كومون هنا او يعني سي كومون سي هنا فاكاد نقول فاكاد هنا فاساد يعني سي ديال هنا بالونسوار بالونسوار لا نقول بالونكوار ولهذا سنضع سي امامها سي ديل يعني سي ديل هنا او يعني سي مورسو هنا او يعني سي بلاس هنا لوكون لا نقول لوكون نقول لوسون يعني سي ديل
وهنا أ يعني لا نقول سماغات، نقول كماغات، لأن هنا أ سنقول كماغات. production écrite. أما production écrite يقول مي أون أوردر بوغ أفوار أن تيكست، يعني سنقوم بترتيب هذه الجمل لكي تصبح نصا مرتبا. أولا سنقرأ هذه الجمل ثم سنشرحها. Enfin, en fin de soirée, yani في نهاية المساء, ils sont revenus à l'hôtel, yani يعودون إلى الفندق. Après le spectacle, yani après le spectacle, yani بعد الحفل, le car les a transportés au jardin de l'hôtel, yani الحافلة تنقلهم, yani تنقل السياح إلى حدائق أجداد. Les touristes ont visité la plage Jemaa el Fna, yani السياح يزورون جامع الفنا. Là, ils ont passé toute la journée au milieu de la verdure, yani السياح يقضون يومهم وسط الإخضرار. Elles ont vu des charmantes serpents et des acrobats, يعني يرون مروّلي الثعابين والبهلوانيين. هنا سنرى أول جملة. En fin de soirée, يعني نهاية المساء. هنا ليست جملة أولى لأن en fin هي النهاية. Après le spectacle, هنا après يعني بعد، يعني لن تكون هذه جملة أولى. Les touristes ont visité la plage Jemaa el Fna. Oui, ça c'est la première phrase. On écrit un. Là, ils ont passé toute la journée au milieu de la verdure. لن تكون هنا لا، لأن يجب أن تكون هناك كلمة أخرى لكي نكتب هنا لا. Elles ont vu des charmeurs, des serpents et des acrobats. نعم، هنا الجملة الثانية. يعني بعدما يرون هذه العروض ماذا يقول؟ ماذا تقول الجملة الثالثة؟ أبخي لو سبيكتال، يعني بعد الحفل، يعني بعد هذا المهرجان أو هذا العرض الذي يقدمونه هؤلاء الناس، تأتي بعد الحفلة ماذا يقع؟ أبخي لو سبيكتال، يعني سي لو تخوازيام لو كار لي أ ترونسبورتي أو جاردان دو لاكدان، تقوم الحافلة بنقلهم إلى حدائق أكدال. Là, Wahuna, ils ont passé toute la journée au milieu de la verdure, yani les jardins, la verdure, yani هذه هي الجملة الرابعة. وآخر جملة سهلة هي en fin de soirée, ils sont revenus à l'hôtel وفي آخر المساء يعودون إلى الفندق. هنا الرابعة. هنا رتبت الجمل. Production de l'écrit. Les touristes ont visité la plage Jemaa el Fna. Ils ont vu du charmeur de serpents et des acrobats. Après le spectacle, le car les a transportés au jardin de l'Agdal. Là, ils ont passé toute la journée au milieu de la verdure. En fin de soirée, elles sont revenues à l'hôtel. Alhamdulillah, intahayna. Atamanna an tastafidu min hada al-imtihan. Dumtum fi ri'ayati Allah wa hifdhih.